أهلا بك. البداية من موقف النواب المستقلين الذي بات الطلب عليه مكثفا من قبل التيار الصدري والديمقراطي والسيادة لحضور جلسة البرلمان وإكمال النصاب، كيف تعلق على هذه الطلبات بداية، وكيف سيحضر النواب المستقلون الجلسة برأيك، وهل سيحضرون؟ أولا أن جلسة السبت ستكون جلسة يعني ذات طابع يختلف تماما، ولن تكون هناك جلسة بالأحرى. لحد اليوم ماكو هناك اتفاق ولا هناك نصاب أيضا للجلسة، هناك دعوات وهناك يعني مزاد علني، هذا ما صرح به قبل قليل يعني عضو مكتب السياسي لحركة امتداد في تغريدة قال فيها أنه أصبح البرلمان سوق نخاسة حسب وصفه يعني، ونتحفظ عن هذا الوصف. لكن احنا اليوم نقول لجميع النواب انه مساله يوم السبت هي مساله حساسه جدا، وهي مساله تمس الجميع الاطراف، سواء من الديمقراطي الكردستاني ومن يعني السياده وباقي الاطراف، وصولا الى التيار وباقي الاطراف العمليه السياسيه. نعم. اتفاق السبت اذا تم وتم تمرير هناك ستجري بعدها المشاكل الكبرى بين الكتل السياسيه. وإذا لم يتم فأيضا ستكون هناك مزايدات على المناصب وعلى الأمور المستجدة في الوزارات، حسب قولنا حسب علمنا اليوم أنه تنازل على وزارة العمل ووزارة العدل إلى الجيل الجديد، وإعطاء وزارة التعليم العالي إلى تشرين بسبيل إلى جلسة يوم السبت، وأعطى بعض اللجان إلى بعض المستقلين للدخول جلسة يوم السبت، وبعض هناك عرضوا عليه مبالغ من المال لدخول جلسة يوم السبت، وهناك أطراف أيضا تعلن على أنه عدم دخول الجلسة يوم السبت، فهناك شد. ونحن اليوم الشعب العراقي مترقب الجلسة ومترقب برلمان جديد، ما مترقب برلمان في أول جلسة يكون فيه مشادات. أنا أقول اليوم لو خلال هذه الأيام، طبعا أكو حوارات بين الأطراف جميعها وبين الإطار والتيار تحديدا خلال هذه الأيام، لو كان تفاهمات وكان التقارب بين وجهات النظر سيكون اتفاق في جلسة يوم السبت وستكون نعم جلسة دكتور سهلة. أحمد نعم، واستطرادا لما تتفضل به حول إجابتك الأولى بأنه فعلا تم عرض مكاسب على المستقلين من أجل حضور الجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، برأيك هل ستنجح هذه الصفقة أم أن المستقلين أصبحوا أمام امتحان صعب لأنهم بالأساس جاءوا ضد هذه الصفقات السياسية؟ والله بصراحة هناك بعض المستقلين رضفوا للظروف اليوم التي تعرض عليهم، بعض المستقلين اليوم قرروا حضور الجلسة، بعض الكتل مثل أنا حسب علمي أنه عازم اليوم قررت عدم حضور الجلسة ب 14 نائب، تصميم ما راح تحضر الجلسة، حركة بابليون ما راح تحضر الجلسة، نواب مستقلون أيضا ما راح يحضرون الجلسة، تقريبا وصلوا إلى 40 نائب، أعلنوا صراحة أنه ما راح يحضرون الجلسة من المستقلين تحديدا. أنا أقول للجميع نحن نريد ان نخرج بهذه الحكومه بكتله قويه ايضا، ما بكتله تبقى انه متراكمه على المناصب والمكاسب، وش راح يعطيني وش راح اعطيك وراء الانتخابات او بعد التصويت سينهار كل ما بنوا ويكون البيت من رمل. يعني نحن بحاجه الى اساسات قويه للحكومه المقبله، بحاجه الى كتله قويه ايضا تكون داخل البرلمان حتى تكون المرحله المقبله، ما بحاجه الى عروض. يعني اليوم انا حسب علمي وهذا شيء موثوق منه انه هناك عرض على تشرين على وزاره التعليم العالي، وعرض على الجيل الجديد الى وزاره العدل، وهناك عرض على بعض المستقلين الى وزارات ومكاسب، وهناك مفاوضات ايضا بعض المستقلين لعرض على لجان، هذه كلها في مشاكل مستمره ستؤدي بهلاك العمليه السياسيه بعد اشهر ايضا من العمل السياسي. أمس كان هناك لقاء بين تحالف عزم بقيادة النائب مثنى السامرائي وقيادات الإطار التنسيقي المالكي والعامري، برأيك ماذا يمكن أن يتحقق من هذا الاجتماع، وهل سيتم الإعلان قريبا عن كتلة الثبات الوطني التي يقال أنه تضم تحالف عزم إضافة إلى قوى الإطار التنسيقي؟ نعم، والاتحاد الكردستاني أيضا سيدخل من داخل الكتلة، أيضا سيكون الاتحاد الكردستاني وعزم. نعم. إطار التنسيق جميعاً، وبعض المستقلين أيضاً سيأتون إلى هذه الكتلة. نحن بصراحة اليوم خلينا نقول الإطار ونفسية الإطار وحتى لقائه بعض الحلفاء، هم ما يريدون فرض إيرادات، ومثل ما يعني بالتقرير قال بعض النواب أنه فرض إيرادات أبداً.
كل ما يريده هناك هو أن يشارك معظم الفائزين من الانتخابات في العملية السياسية ولا يكون فيتو على أحد. ممكن اللي يشارك بشروط الكتل الفائزة خلي يشارك في العملية السياسية، واللي ما يريد يشارك خليه ما يشارك. نحن نريد نوصل إلى أغلبية موسعة، مو الكل يشترك بالعمل السياسي والكل يذب ناس على ناس. نحن نريد أن نوصل إلى أغلبية موسعة يشترك بها الكل في العمل السياسي لإنتاج حكومة قوية، مو إنتاج كتل متذبذبة يعني مو راسينة. في الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي طرح على أنه نحن منفتحين على الجميع، ممكن نرى الجميع أنه يتفاوض معنا، منفتحين أنه يكون حوارات، منفتحين أنه يكون شروط واتفاقيات جديدة. حتى طرح بعض المستقلين، وحتى المستقلين اليوم لو شاركوا في العملية السياسية وهم اليوم يريدون تجديد، وحسب ما سمعت أنه طرحوا 14 نقطة أيضا على أن يشتركوا في التصويت إلى الرئيس، ووافق يعني السياده والتيار الصدري على بعضها وحتى الديمقراطي الكردستاني، لكن لم يشترطوا التصويت لمرشح الديمقراطي الكردستاني، اشترطوا الترشيح لحركه الجيل الجديد مرشحهم لرئيس الجمهوريه وهو ايضا دكتور. ولهذا السبب مشاكل في هذه التحالفات. نعم وصلت الفكرة. وأخيرا كيف تعلق على بيان مجلس القضاء الأعلى حول مسألة حل البرلمان وآلياتها الدستورية، ولماذا جاء هذا الإيضاح برأيك؟ هل كانت هناك مخاوف من زج القضاء في أزمة سياسية كبرى؟ طبعا إذا تم التصويت على رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول وأجل، وأيضا لم يتم التصويت عليه، لن يبقى خيار أمامنا إلا هذا الخيار، نحل رئيس الجمهورية، ويكون بطلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية ويحل. وهذه الطريقة الوحيدة طبعا، لا يمكن أو النواب نفسهم يصوتون على حل نفسهم. استبعد بعض القوى، يمكن السيد المالكي غرد واستبعد هذه التشكيلة، والإطار عفوا التيار الصدري أيضا استبعد هذه التشكيلة أنه يحل البرلمان. ولهذا السبب شوفي خلي أقول جيم عبد الكريم، نحن متوجهين إلى انسداد العملية السياسية، انسداد حقيقي، وهذا الصراع لن يؤدي إلى صراع أو انسداد سياسي أكبر في المرحلة المقبلة. نتمنى أن يكون خلال هذه الأيام مفاوضات يعني اتصالات وقنوات اتصال بين الإطار والتيار وبين الاتحاد الكردستاني والديمقراطي الكردستاني وبين القوى يعني الباقية لحلحلة هذه الأزمة والانسداد. خلال هذه اليومين سيعلن الموقف الرسمي من الجميع قبل جلسة يوم السبت. نعم كل الشكر لك عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني الدكتور أحمد العيساوي، كنت معنا عبر سكايب، وأهلا بك دائماً.